ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتز دوار البوير التابع للجماعة القروية أزلا التابعة لإقليم تطوان على وقع حادثة صادمة تتعلق بإقدام شيخ قروي يشغل منصب عون سلطة على اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 14 عاما. وحسب مصادر إعلامية فإن أسرة القاصرة تقدمت قبل 48 ساعة بشكاية لدى محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن الوكيل العام للملك أحالها على مصالح الدرك الملكي. ووفق نفس المصادر فإن السلطات المحلية حاولت الاتصال بالذئب البشري الذي سولت له نفسه اغتصاب طفلة من أجل استدعائه. هذا ومن جهة أخرى علمت ماروك أخبار يومية من مصادر مطلعة أنه تأكد لدى السلطات المحلية أن عون السلطة الذي أقدم على اغتصاب قاصرة تبلغ من العمر 14 عاما بدوار البوير هو الآن في حالة فرار، وذلك بعد تقدم أسرة هذه الأخيرة بشكاية لدى محكمة الاستئناف. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.